عام 2020 عام الأزمات، طبعا أزمة كورونا طغت على الشكل العام عند عموم الناس، ولكن عام 2020 كان يحمل أيضا أزمات أخرى كبيرة ربما طغت عليها أزمة كورونا، ولكن هذه الأزمات ربما تستمر. البعض يتمنى أن يكون عام 2021 عام الحل لهذه الأزمات، ولكن في نفس الوقت المواقع العربية تتحدث أن عام 2021 ربما يكون عام تحولات أسوأ وتستمر الحرب الكونية في شكل أكبر. هل كل هذا حقيقي أم لا؟ هذا هو ما سنحاول أن نتعرف عليه من ضيفنا الدكتور طلال أبو غزالة المفكر الاقتصادي. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا فيك، وأنا سعيد بهذا اللقاء، وأود أن أقول أننا حتى نعرف ما سيحصل هذا العام وبعده يجب أن تكون هذه المقابلة بعد 6 شهر اللي هو الأربعاء، لأنني أريد أن أركز على الحدث الكبير الذي سيحصل ونقطة التحول سلبا وإيجابا وفي كل المجالات. أنا أتوقع أن تحصل يوم الأربعاء القادم من هذا الأسبوع. الأربعاء هو موعد الجلسة المشتركة للكونغرس بكامل أعضائه، أي النواب والشيوخ. هذه المرحلة وهذا الانعقاد هو المرحلة الأخيرة في عملية الانتخاب، وسبق أني قلت أن عملية الانتخاب في أمريكا هي أسوأ نظام في الدنيا، لأنها تمر أولا بالتصويت ثم الشعبي ثم تنتقل إلى القضايا والدعاوى للضغط وإلغاء الانتخابات، ثم تذهب إلى الاجتماع اللي بيسموه الالكترال كوليدج، المجمع الانتخابي الذي التمثيل فيه للولايات أي تصويت الولايات. ثم كان مفروض أن يكون في مرحلة هي الشكوى لدى محكمة العدل العليا اللي هي أحد المراحل، إنما قررت محكمة العدل العليا عدم إصدار قرارها الآن وأجلته إلى بعد 6 شهر، فلم يبقى أمامنا إلا يوم اجتماع هذا الكونغرس. وأنا أريد أن أبدأ بالعملية من أساسي من أساسيات لماذا أقول أن ما سيحصل بعد 6 شهر سيقرر مصير أمريكا والعالم. هذه أمامي تويتر عاملها ترامب أمس، يقول فيها إن الاحتجاج الشعبي في واشنطن سيبدأ الساعة 11 يوم يناير 6 أي الأربعاء بعد يومين، ويقول location details to follow أي أنه سيعلن فيما بعد أين سيكون هذا التجمع الشعبي للمعارضة، ويقول بآخرها stop the steal أي توقفوا عن سرقة الانتخابات. اللوكيشن أنا في نظري أن أو توقعاتي أنها ستكون في مقر الكونغرس ليمنع عملية التصديق، لأن الجلسة المقررة للكونغرس كما قلت هي لاعتماد نتائج الانتخابات من قبل الكونغرس، ولا تعتبر هذه الانتخابات سارية نتائجها إلا إذا اعتمدها هذا الكونغرس، هذه الدستور الأمريكي. هنا يأتي تحليل لشو اللي راح يحصل وليش. نانسي بيلوسي تقول نحن نخاف أن يقوم ترامب بإعلان، عم بقرأ حرفيا، بإعلان الحرب على إيران قبل 6 يناير، وإذا فعل
فحسب الدستور الأمريكي لا يتغير الرئيس في حالة الحرب، ويبقى رئيسا لمدة 4 سنوات أخرى. الخيار الوحيد الباقي للاستمرار للرئيس الأمريكي، تقول بيلوسي، هو إعلان الحرب على إيران. أمس اجتمع الرئيس ترامب مع قادة القوات المسلحة، وفي هذا الاجتماع تمهيدا له كما نعرف عزل وزير الحرب وعين وزير آخر وغير في المسؤولين أغلبهم ليكون المجلس كاملا في قبضته. هذا اللي أنا قرأته عن تويتر ترامب باللغة الإنجليزية لأعبر عن ما أريد أن أعبر عنه. فإذا يوم 6 يناير الجاري يوم حاسم في تاريخ أمريكا، التصويت لا كله موضوع احترام، ولكن النقطة المرحلة الأخيرة هي هذا الاجتماع، وكل الدلائل تقول أن ترامب سيعطل هذا الاجتماع إما داخليا، هنالك 12 شيء عضو مجلس الشيوخ طلبوا أن يرفض اعتماد الانتخابات وفوز بايدن، هنالك إما أن من الداخل بأي طريقة أو أن يحصل هنالك منع للجلسة، هذه كلها توقعات، يمثل منع للجلسة في جلسة الكونغرس أو تعطيلها بالقوة لكي لا تتخذ قرار، وبالتالي يبقى ترامب كما هو وهو الرئيس الحالي. يعني في بعض الوسائل تقول الرئيس بايدن ليس في أمريكا رئيسان، هو رئيس حتى يوم 21 من هذا الشهر يناير. نعم. فإذا نحن نتكلم عن يوم تاريخي، أعلن ترامب مسبقا كمان على تويتره بأنني لن أترك البيت الأبيض إلا إذا أنزلت عن الدرج، يعني يطلعوا قوة وينزلوه، وهذا شيء غير مستحيل حصوله لأنه سيؤدي إلى مذابح. إذا صارت هذا الاحتجاج الشعبي في تاريخ 6 الشهر كما قلنا، الساعة حدد أنها الساعة 11، متوقع أن يحصل كذلك احتجاجات في كل الولايات، والتوقع أيضا أن تدخل أمريكا في حرب أهلية. اللي بيعرف شخصية ترامب أو من يريد أن يعرفها يعرف أنه شخص عنيد، أنه شخص لا يقبل الهزيمة، وأنه لن يقبل أن يواجه، يعزل ويأتي رئيس ثاني يحاكمه، بغض النظر إذا كانت هذه التهم صحيحة، وأنا ما لا أعرف. ما يواجهه في حالة أصبح مواطن عادي هو مقاضاته كما أعلن بسبب التهرب الضريبي، ونحن نعرف أن في أمريكا موضوع الضريبة هو السلاح الأقوى. فرانكلين روزفلت له قول شهير يقول في أمريكا هنالك حدثان لا يمكن لأي أمريكي أن يتهرب منهما، الموت والضرائب. هذا فرانكلين روزفلت. أعلن أصلا الرئيس مسبقا، الرئيس ترامب، أنه يفكر بعرض فرض الأحكام العرفية، مارشال لو، قالها علنا. الآن نحن نتكلم عن اشتعال المعركة بين ترامب وأمريكا وطبول الحرب التي تحدثت عنها سابقا مرارا، أن يكون ذلك مبررا لإعلان الحرب على أي دولة. أنا أقول أزعم
لأن أنه لا يعلن لن يعلنها على إيران، لأن الكونغرس سبق أن مجلس النواب سبق أن أصدر قرارا يحظر على ترامب أن يعلن أي حرب على إيران إلا بعد موافقة الكونغرس، وإلا وأن ولكن لم يصدر مثل هذا الحظر بالنسبة للصين. وأنا أعتقد من التصريحات كاملة، يعني لدرجة أن ترامب لا يسمي الكورونا كورونا، يسميها the Chinese virus، الفيروس الصيني، ويريد أن يحمل الصين مسؤولية كل الانهيار الذي الاقتصادي والمالي والشعبي والسياسي الذي حصل في أمريكا. فإذا هو لا يرى، أمريكا لا ترى عدوا إلا الصين. فإذا هو توجهه في الحقيقة إما من خلال المرور على إيران ليحتك بالصين، أو ما حدا بيقدر يقدر ما هي. وأنا من المعلومات المتوفرة أنه لا يعلن عن أي، لا يستشير أحد ولا يعلن أفكاره لأحد. كل من يدعي أنه بجمع الاستشارين لا يسمع منهم ولا يقرر، لا يستشير أحد. فإذا نحن أمام يوم تاريخي سيتقرر فيه مستقبل أمريكا من حيث التوجهات. هنا أقول أن الشيء الأكيد الوحيد أن ترامب لن يقبل الهزيمة، والحل بالتالي هو إما الاحتكاك الشعبي وأن يتطور إلى صراعات داخلية، أو أن يستطيع أن يعرقل هذا الاجتماع وبالتالي يبقى رئيسا إلى أن يتم هذا الاجتماع. الرئيس الأمريكي إذا لم يعزل من قبل المجلس الكونغرس المشترك بشقيه لا يجوز أن ينزل عن كرسيه، سيبقى في البيت الأبيض. هلأ إحنا، أنا كنت أتمنى أن نتحدث أكثر عن ما هو مستقبل، ولكن أنا أريد أن أقول أن ما حصل كله حتى في هذه السنة، أنا في بدايتها أو قبلها بشهرين قلت أن سنة 2020 ستكون سنة الأزمات، وقلت أن العالم أمريكا والعالم سيدخل فيما هو أسوأ من سنين الكساد الكبير في أوائل القرن الماضي. وتكلمت عن أن الكورونا أيضا ستعيش معنا إلى 4 سنوات من أول أزمة الكورونا، وأنا ما زلت مصرا رغم كل الاجتهادات والتسويق الذي يتم من سواء الحكام وبشكل خاص أمريكا والغرب وتسويق الفاكسين، لن ينهي القضية الفاكسين. وبالتالي نحن أمام كورونا مستمرة خلال عام 2021، وأنا أقول أنها مستمرة إلى ما بعده، لأن الحل الوحيد، وقد قالت المنظمة العالمية للصحة WHO، قالت ما كنت سبق أن قلته، بأن إذا تمكنت من أن تطعم العالم كله مش بلد، تسكير الحدود يمنع التنقل، يمنع البضائع، يمنع، ولكن لا يمنع الهواء، لأنه هذا المرض ينتقل بالهواء. إذا لم تطعم كل سكان الكرة الأرضية في نفس الوقت لن تستطيع أن تقضي على هذا الوباء، وهذا غير ممكن الآن ولا يمكن حله بهالسرعة. هذا من ناحية كورونا. من ناحية الاقتصاد، الاقتصاد سيستمر في التدهور هذا العام، وأنا وإن كنت دائما أنتقد بأنني أعطي الأخبار الغير سارة، مضطر أن أقول الحقيقة لأن ذلك واجبي ومسؤوليتي، وأقول أن سنة 2021 ستكون أسوأ من سنة 20 من نواحي الاقتصادية التي سيواجهها العالم، والنواحي الصحية، والمشاكل الشعبية التي ستنتج عن الإفلاسات والبطالة وإلى آخره.
هذا الموضوع يحتاج إلى حديث أكبر من ذلك، ولكني اليوم أنا أعتقد أننا يجب أن نترقب يوم الأربعاء والذي على ضوء. طب اسمح لي دكتور، عايز أو أرجع لموضوع يوم الأربعاء القادم وما سوف يحدث. حضرتك طرحت فكرتين، الفكرة الأولى أن تكون هناك الاحتجاجات الشعبية كما ذكرت في تويتة ترامب، وهذا قد يؤدي إلى تأجيل أو وقف هذا الاجتماع بين الكونغرس ومجلس الشيوخ، ولكن أيضا طرحت فكرة أن يحتك ترامب أو تحتك الولايات المتحدة بالصين. فهل لو لم ينجح الفكر الأول سوف يلجأ إلى الفكر الثاني، أم سيلجأ إلى الاثنين معا، لأنه لو اجتمع بالكونغرس ومجلس الشيوخ لن تكون لديه فرصة لشن حرب؟ أنا أقول في الحالتين يريد هذه الفرصة لأغراض متعددة، أولها أن يبقى في الحكم، ثانيها أن يضعف نفوذ وتطور الصين. هو هدفه مع الصين مش بكره شي جين بين الرئيس الصيني، هو وكل مؤسسات أمريكا تقول أن صعود الصين هو خطر على أمريكا ونفوذها ومصالحها في العالم، ويشكل تهديدا للأمن الأمريكي. فهو يريد أن يدخل في ذلك، في هذه الفرصة ليعلن احتكاك ومعركة في بحر الصين بنتيجتها. والآن احنا بنعرف أن ثلثي القوات البحرية العسكرية الأمريكية موجودة في بحر الصين، والاحتكاكات بدأت وإن كان لم تبدأ سلاحيا، إنما متوقع أن يبدأ شوية تراشق بالصواريخ. أمريكا بعيدة جدا عن الصين، أمريكا غير قابلة للاحتلال ولا وهي أقوى قوة عسكرية في الدنيا. الصين لا يمكن أيضا احتلالها ولا السيطرة عليها. الهدف ليس ذلك، الهدف هو أن يجلس العملاقان، وأنا معلوماتي أن الصين هي التي ترفض، لأن مطالب هي تتوقع مسبقا أن مطالب ترامب منها في حال الجلوس المباشر إن هذا سيكون غير مجدي، لأن مطالبها غير معقولة وغير مستحب. مثلا كأن يطلب أن تعوض عن كل خسائر الاقتصاد بسبب كورونا، كأن يطلب تعويضها عن كل ما سرقته من حسب رأيه من حقوق الملكية الفكرية، أن يعوضها كذا وكثير من المطالب المعلنة والمعروفة من قبل أمريكا. فإذا الهدف هو أن يجلس العملاقان. فأنا أقول إلى أن يتم ذلك ويجلسا، الموضوع لا ينتهي إلا إذا اجتمعت العملاقان، لأنه سيظل العالم في أزمة، وكل ما يعانيه العالم الآن من أزمات هو سببه هذا الصراع بينهما. ووزير الدفاع الصيني قال أول أمس إن علاقة الصين بأمريكا تمر على مفرق هام جدا، سيقرر ما سيحصل في الدنيا بعده. هذا مش كلامي. طيب دكتور، اللي عايز أقوله هنا يعني كيف يتعامل قادة وزعماء العالم وخاصة العالم الغربي وخاصة حلفاء أمريكا في الغرب والشرق؟ هل ينساقوا وراء مغامرات ترامب ويتخذوا جانبا ضد جانب، أم سيقفوا موقف المتفرج؟ كيف يتعامل العالم وخصوصا حضرتك لك توقعات تقول أنها ستكون حرب كونية أو حرب عالمية؟ نعم، إحنا لا يمكن توقع شيء، عشان هيك أنا بقول إنه إحنا ما علينا إلا أن نحسب حساباتنا ماذا نعمل نحن وكيف نتجنب أن نكون جزءا من هذه المعركة. الرئيس ترامب حشد دولا معينة إلى جانبه في العالم، وما ننسى أن هنالك حليف قوي للصين يحسب حسابه أيضا هو روسيا. روسيا قوة عظمى أيضا، وروسيا هي والصين زوجان متزاوجان، مش حلف ولا تعاون. يعني كافة المواقف العالمية منسقة فيما بينهما. أنا الآن أقول أننا ترامب لا أحد يعرف كيف يتصرف ومع من سيطلب. هذا اللي أنا بخوفني، لأنه مش ينتظر منك شو راح يكون موقفه،
هو سيطلب منك إجراءات معينة، إذا لم تنفذها أصبحت عدوا وسيضربك. هذا يعني نفس فكرة جورج بوش الابن، من ليس معنا فهو عدو لنا. نعم، هذه بقوة سياسة ترامب. أنت تتكلم مع رجل شخصيته معلنة واضحة، يعني لما إذا لم تتجاوب مع طلباته. طبعاً إحنا مع الأسف مرات نفهم الأمور بالطريقة الخطأ، لأن الإعلام يريد، بعض الإعلام يريد أن يوجهها بطريقة الخطأ. المعركة هي معركة السيطرة على العالم، من سيقود العالم؟ كل الدلائل، الصين أصبحت الاقتصاد الأول في الدنيا، الصين أصبحت التاجر الأول في الدنيا، يعني هي أكبر شريك لكل اقتصادات الدنيا. الصين أصبحت أكبر منتج للتقنيات في العالم، وأكثر الدول تقدما في علوم التقنية واختراعاتها، تخترع 500,000 اختراع كل سنة وتسجلها براءات. نحن نتكلم عن هذا العملاق الذي أمريكا، وأنا حضرت لقاء في ناشونال ساينس أكاديمي بواشنطن سنة 85، كان البحث فيه أين ستكون أمريكا عام 2020، هذا في 85. وكانت النتيجة أن الصين ستكون القوة المنافسة لأمريكا في السيطرة على العالم اقتصاديا، ومن يسيطر اقتصاديا يسيطر سياسيا وعسكريا. فإذا نحن ننظر مرات إلى الشجر ولا ننظر إلى الغابة، أو ننظر إلى الغابة ولا نرى الشجر. الغابة هي من سيحكم العالم، والشجر هي العلاقة المباشرة بين ترامب وكل دولة. طيب دكتور، يعني حضرتك لما أول ما بدأنا وكلمتني عن يوم 6 يناير، توقعت أن حضرتك قصدك أولا أنه سيكون هناك يوم 5 أو يوم 4 سيكون هناك اجتماع لدول مجلس التعاون الخليجي، ولكن واضح أن حضرتك تتحدث عن صورة أكبر وأعم. يعني موقع الدول العربية، وحضرتك تحدثت أننا أمام فرصة تاريخية رغم التحديات الكبيرة، كيف يتعامل العالم العربي مع هذه المعطيات اليوم؟ أنا قلت سابقا وأكرر، التعامل الوحيد هو كيف أن تبقى أن تصمد أمام هذا الصراع بين الكبار. إحنا مش كبار، يعني أول خلينا نكون صادقين مع أنفسنا. القوى العظمى في العالم هي 3، أمريكا من جهة، والصين ومعها روسيا من جهة أخرى. عندما يقرر ترامب ما يريده، ما راح يستشير لا مجلس التعاون ولا الاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي لسه أكبر منا، بس ما لا يستشير أحد ولا يطلب معونة أحد، هو يفرض ويقرر. هذا شخصيته. أنا لا أقول إنه هذا شيء سيء أو جيد، أنا ما عندي موقف، أنا فقط طبيعة الحال هي كذا. أنا بنظري أن يوم الأربعاء القادم هو يوم أهم في عام 2020 21. وفي عام 2021، لأنه إحنا نتكلم عن ما بعد 2020، وأن عام 20 كان سنة الأزمات، وأنا موافق إن هذين العامين أهم يوم فيهما في نظري هو يوم 6، لأنه على ضوءه سيقرر ترامب ما سيعمل. إذا نجح بأن يوقف الجلسة فهو باقي كرئيس إلى أن يجتمع الكونغرس، إذا لم ينجح في وقفها سيوقفها في الشارع. وإذا بلوسك تقول أن هو سيصبح الحاكم، وأنا قلتها أيضا من شهور، إنه خياره الأخير هو أن يصبح الحاكم العسكري. عندما تكون الدولة في حالة حرب حسب الدستور، يصبح رئيسا وحاكما عسكريا إلى أن تنتهي الحرب التي هو أعلنها على أي دولة. فإذا أمامنا، يعني حتى لا أخطئ في اجتهادي وتحليلاتي، أنا أتمنى أن نبحث هذا الموضوع بعد يوم 6 الشهر، مش معكم بالضرورة، بأقصد أن يبحث هذا الموضوع
بعد أن نعرف ماذا سيحصل يوم 6 شهر اللي إحنا مش حاسبينه. نص اللي الناس اللي بعرفهم حتى بما فيهم المسؤولين والمطلعين بقول لك شو ليش ست يعني شو يعني شو الفرق شو المشكلة بيوم 6؟ هذا معروف بموجب الدستور الأمريكي، هو القرار الفصل في اعتماد نتائج الانتخابات. وأنا أكرر، ترامب ما يعرف عنه لن يسمح بأن يصبح متهما في قفص الاتهام ولو كان النتيجة أن يقلب كل الطاولة على الجميع. شكرا جزيلا إلى لقائكم، وأنا متشرف بأن استضفتوني. شكرا لحضرتك المفكر الاقتصادي الدكتور طلال أبو غزالة، مرة تانية كل سنة وحضرتك طيب. وزي ما حضرتك بتقول ليس بالضرورة معكم، نتمنى أن يكون معنا أن نحلل الأوضاع بعد يوم 6 يناير. شكرا لحضرتك، شكرا جزيلا، نلتقي بعد الفاصل.